مرحبا أيها الأصدقاء، هذا الكمبيوتر المحمول الذي كنت أريته لكم في أحد الفيديوهات السابقة، رغم أنه جميل ومن النوع القديم، إلا أنه كان مخيبا للآمال، ولكن كانت فيه مفاجأة جميلة جانبية رائعة. أولا قبل كل شيء، امتلك الأدوات. الأدوات من أهم الأشياء التي سوف تجعل أمورك سهلة. هذه التشكيلة هنا من المفككات هنا، ثمنها يتراوح ما بين 30 درهما إلى 45 درهما مغربية، أي ما يعادل تقريبا 4 دولارات فما فوق. أنت حتى وإن لم كانت المطالب والأمور كثيرة، قم بتحييد 3 دراهم يوميا جانبا في مكان ما، يوميا 3 دراهم فقط، يعني بعد 15 يوما سوف تكون هناك 45 درهما، اخطفها وسنفر إلى السوق واشتري هذه المفككات الجميلة، فهي فيها أشكال جميلة وتكون تشمل تقريبا جميع البراغي، من أهمها مثلا هذا سوف تحتاجه كثيرا، هذا النوع المفكك هنا الثلاثي الجوانب، ثلاثي الأضلاع كما ترون هنا. هذه خطة، كل شيء يمكن أن يكون سهلا بسيستم كايزن، كل يوم 3 دراهم. حتى لا أطيل عليكم، هيا إلى الكمبيوتر المحمول. إذن هذه هي كمية البراغي، كما أشرت لك سابقا، اجمع مجموعتك من البراغي في قنينة صغيرة وابقى ترمي الكل في الحديد بالكيلو، ولكن أترك قنينة صغيرة لك كتذكار وكمجموعة وربما احتجت منها. هنا قطعة من الإنوكس من داخله، أنا مسبقا قمت بتفكيكه حتى لا أطيل عليكم الأمر. 3 قطع بلاستيكية مسبقا، وهذه المنافذ هنا التي تكون في هذه القطعة النحاسية لكي يدخل فيها البرغي هكذا للتثبيت. دائما هذه قطعها بملقاط قاطع واجمعها. هذه هناك طريقة سهلة لاستخلاص هذا النحاس الأصفر منها، ولكن جمعها وضعها في مكان وانسها تماما، قم بنسيانها تماما. سحقها سهل جدا لاستخراج الذهب، لاستخراج تلك القطع النحاسية، فأنت يجب أن لا تضيع شيئا وتستمتع بمعرفتي وتجميع كل شيء. من الأمور المخيبة أن كل الأحزمة الموصلة في هذا الكمبيوتر وجدت أنها ذات نهايات فضية وليست نهايات ذهبية، وهذا صنع في عام 1998 أو ربما 2000، وهو يشتغل بنظام ويندوز 2000 1998. كما قلت لكم، كل ما هو قبل 2000 فهو جميل، ومع ذلك بدأت عملية التطور بحلول عام 2000. إذا البطارية كانت من النوع الرائع لاستخراج التماسات منها. أول شيء، كانت البطارية من النوع الرائع، ولن تجد هذه البطارية إلا نادرا. هذا طلاء من النوع الممتاز، من النوع الممتاز فوق هذه التماسات النحاسية للبطارية. هذا من النوع الممتاز، يعني طلاء نوعا ما سميك ممتاز، وهو ما يتقابل مع هذه التماسات هنا. إذا البطارية من النوع الممتاز، وسوف أفكك إن شاء الله بطاريات اللابتوبات الكمبيوترات المحمولة للتوضيح أكثر. إذا مرة أخرى، إذا سبقتنا هنا، تريد الحرية هذه الهارد ديسك، إذا لا مشكلة، هارد ديسك جميلة،
هنا جميلة، رغم أنها لا تلائم الوقت الحالي بسعتها، إلا أنك يمكنك أن تحتفظ بكل هذه الأشياء التي لا تأخذ الجميلة التي لا تأخذ مساحات كبيرة جدا، يمكنك أن تحتفظ بها دائما وتجعلها هي في الأخير. يعني ماذا أقول لك، قم بتفكيك الأشياء الثقيلة والتي تبقى مبعثرة وتأخذ مساحة كبيرة للتخزين وغير ذلك، استخلص منها الذهب أو اجمع منها مثلا هذه الكونكتورات وغيرها، ودائما أترك الأشياء التي هي صغيرة وجميلة إلى الأخير، دائما دعها هي إلى الأخير. لديها حاملة هنا رائعة هكذا كما رأيتم أننا قمنا بسحبها هكذا، هارد ديسك جميلة. سوف يأتي إن شاء الله مرحلة تفكيك الهارد ديسك، وعالم الهارد ديسك شيء رائع جدا. إذا هكذا قمت كما قلت مسبقا حتى لا أبقى أفكك كثيرا. إذا من مخيبات الأمل كان هو تلك الطلاء الفضي وليس الطلاء الذهبي. هذه هي غرفة الهارد ديسك وقد سحبناها من هنا، هذه من الإنوكس. عندما تقوم باقتلاعها لا يكون هدفك الذهب فقط وحده، عندما تقوم باقتلاعها ضعها في صندوق الخاص بالإنوكس. هذه تلك المنافذ التي تتمركز فيها قطع النحاس الأصفر، هذه التي أريت لكم، هذه كلها تقوم بقصها بمنقاط قاطع وتجمعها. لا تضيع شيئا، لا تضيع شيئا، رغم أن هذا ربما يبدو قليلا وتافها لكنه ليس ذلك، إنه يشمع مع مرور الوقت. شريط موصل آخر بنهايات فضية. في بعض الأحيان تكون تلك النهايات ليست فضية، ليست فضية وإنما من البلاتين، وهو في بعض الأحيان يصعب رغم أن لون الفضة مميز ومعروف، لأن يعني في بعض الأحيان يكون طلاء الفضة 1000 ويبقى أبيض قد يختلط مع البلاتين. يمكنكم أن تلاحظوا أنه هنا لا زال هنا مشغل أقراص مدمجة هنا من النوع الصغير هنا تحت، ولم أقم بتفكيكه، وهو مؤطر بقطعة وسبيكة سميكة من سبيكة غليظة وسميكة من الألومنيوم، وهو ما ستضيفه إلى الألومنيوم الخاص بك. هذا الإطار هو من البلاستيك، في بعض الأحيان يكون من الألومنيوم ولكنه من البلاستيك. إذا نضعه هنا. نأتي إلى الشيء الجميل وهي اللوحة الأم. إذا اللوحة الأم هنا تقبع المعالجة، وهي التي كانت مفاجأة جميلة في هذه اللوحة. إذا مشتت الحرارة يبدأ بقطعة نحاسية هذه، ثم تحته يوجد هذه السبيكة من الألومنيوم، ألومنيوم الرائع، هذه السبيكة من الألومنيوم الرائع. المعالجة هذا هو السوكت أو المقبس الخاص بها، مروحة صغيرة. لماذا اللوحة لم ترقى إلى مستوى التطلعات؟ هناك أيها الأصدقاء الكرام مما كما شرحت لكم من قبل الذي يجعل اللوحة ترتفع قيمتها، البي جي اي تشيب، وخصوصا إذا كانت هناك 3 قطع أو 2 وكبيرتين. هذه متوسطة لكنها رائعة على العموم، لكن تبقى هناك أيضا متسعات البلاديوم، هذه هنا يعني تزخر بمتسعات البلاديوم الكبيرة، وهذا رائع مما يجعلها لوحة يعني ممتازة. نقول ممتازة فقط كان هذه لو كان 2 من هذه، ولكن هما توجدان ولكن بطريقة أخرى ليست بجودة هذه. سأريها لكم، كريستال أوسلايتر هنا مذهبة هنا رائعة، هنا
التماسات الخاصة بذاكرة الوصول العشوائي الرام ممتازة. هذه هي البي جي اي تشيب الأخرى هنا، هذه هنا، وهي موجود فوقها مشتت الحرارة هذا المصنوع من النحاس، رغم أنه يبدو أبيضا إلا أنه مطلي بطبقة من النيكل، ويمكنكم أن تتمعنوا فيها قليلا وكبره هكذا. إذا بي جي اي تشيب واحدة هنا ذات مدخل الذهبي، وهذه، وإذا ما قمنا بقلب اللوحة هكذا فسوف نجد أخرى هنا كما يمكنكم أن تشاهدوا أيها الأصدقاء الأكارم. هنا تماسات مطلية بالذهب، طلاء خفيف لأنه على النيكل ومع ذلك تحتفظ به. هنا هذه التماسات الرقيقة أيضا، أي سي تشيب، 1 2 3، أشبه الموصلات رائعة هذه. وهناك هذه الأربعة المساعدة للرام أو الازدواجية أي سيات الرام، كما يمكنكم أن تروا كما قلنا، يعني رائعة من حيث متسعات البلاديوم. إذا لنذهب إلى هذا الجزء، هنا الجزء الخاص بالموصلات مع البطارية، رائع. تبقى هنا عندنا هذه مشغل الأقراص المدمجة سي دي روم، جميل، وأيضا يحتوي على أشياء ثمينة. قطعة أخرى أيضا. إذا بقي الهيكل هنا مع مكبري صوت، ولا ننسى أن ليست هذه هي النهاية، بقيت هذه لوحة المفاتيح التي تحمل حزاما يحتوي فضة، وأيضا هذه القطعة من الألومنيوم الجانبية. هذا كله دون تفكيك الشاشة، والشاشة أيضا تكون رائعة. ما هو المفاجأة الجميلة في هذا الكمبيوتر المحمول؟ كانت هي هذه الجميلة حقا هنا، وهي معالجة، وليست ككل المعالجات، معالجة AMD AMD شرطة K6-2 1998، أطلقت في ذلك العام من مالاي. هذه الـ AMD إن استطعت، وحاولت أنا معها بالأمس، كادت أن تتدمر. إن حاولت أن تخرجها هكذا سالمة فلك الخيار، إما تضعها في مجموعتك، وإما تتركها لمرحلة استغلال واستخراج الذهب منها مع غيرها. فأحيانا 7 من 5 إلى 7، هذه من 10 إلى 15 تعطي غراما من الذهب. وهناك خيار آخر يتبع العديد من الأصدقاء، وهو وضعها على الإنترنت وتسويقها، وهي قد تصل إلى 100 وإلى 15 دولارا أمريكيا، حتى 30 لبعض السلسلات الأخرى. جميلة، حاولت، كان من الصعب أن أقتلعها لأنها كانت مثبتة بشكل غريب، وحاولت معها حتى أنني استطعت أن أخرجها دون ما أنظر هنا إلى الأسنان، دون ما أن أقوم بتدمير أي منها، وتركتها جيدة. هي طبعا لا تقوى على مسايرة البرمجيات الحالية، لكن هناك من يجن فقط ليضيفها إلى مجموعته. إذا هناك العديد من الخيارات بمثل هذه المتسعات الجميلة القديمة. إذا أعيد عليكم، ما هي AMD شرطة كي 6-2؟ التي ام هي التعريف فقط، لا تضعها إن أبحثت عنها. 1998 أطلقت في هذا العام، قد تساوي في الانترنت ابتداء من 4 درهما مغربية، ما يعادل 15 دولارا،
إلى 0.4 أصفار بيتكوين. إذن هذه هي المتسعة الجميلة التي جاءت من هذا، وكانت المفاجأة الجميلة من هذا اللابتوب. إذن إخواني أخواتي، المعلومة اليوم فيما يتعلق بالذهب هي ذهب من أنظر العناصر يعني على وجه الأرض. الذهب معدن جميل جذاب يأخذ بالألباب، جميل. وزنه هو يساوي ضعف وزن الرصاص مرتين، يعادل ضعف وزن الرصاص، يعني هو أثقل من الرصاص. هناك أيضا أيها الأصدقاء استدامة معدن الذهب. ما معنى استدامة معدن الذهب؟ يعني كل أونصة ذهب أو جرام أو غيره استخرج منذ أن نبع الله الإنسان لهذا المعدن الجميل على وجه الأرض لا زال موجودا على الأرض اليوم، أي أنه لا يبلى. هذا الذهب جعله الله سبحانه عز وجل لا يبلى، ويستمر ويبقى، فقط أعيد تدويره. ربما في هذه في هذه المعالجة هنا، هذه المعالجة هنا، ربما كان هذا الذهب الذي مطلي هنا هو ربما كان فيه شيء من الذهب الذي كان عند الفراعنة، أو الذي كان عند الرومان، أو الذي كان في الإمبراطوريات الإسلامية فيما قبل، أو ربما كان من خاتم في أصبع كليوباترا أو غير ذلك. يعني الذهب يعاد تدويره من حين لآخر، وكل ما استخرج من الذهب لا يزال على وجه الأرض، وهذا هو السبب في قوته بإذن الله تعالى. ربما شملت هذه البروسيسور هنا بعضا من ذهب كان يلبسه أحد ملوك الفراعنة، أو أحد الملوك في بلاد النوبة، أو الذهب الذي كان في الدولة العثمانية أو غير ذلك، أو الذي المهم يعني الذهب دائما يبقى، فقط ينتقل، أو ربما كان في خاتم زوجتك أو خاتم أو دمليج الوالدة كما نقول، الصوار ربما كان فيه بعض من ذلك الذهب. يعني هذه معلومة تضيفها، وهو أن الذهب دائما يبقى، فقط يعاد تدويره. كل ما استخرج من الذهب لا يزال الآن موجودا على وجه الأرض، وهذا هو من الأسباب التي تجعله معدنا يثق فيه الكثيرون، أي أنه لا يبلى ولا يفنى، جعل الله فيه القيمة سبحانه عز وجل. إخواني أخواتي، شكرا، إلى اللقاء.